أصدقائي أحبائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة طبعاً جديدة وجميلة وعظيمة من برنامجكم وبرنامجها المفضل، برنامج الفار. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة الفار مع أحمد نادر على قناة الأهلي أونلاين تي في. النهاردة عاملين لكم طبعاً حلقة جديدة وحلقة قيمة وقام، وشايفيننا طبعا بقى تعبانين وسهرانين، ويعني من كتر ما احنا امبارح احتفلنا بفوز النادي الاهلي على نادي الوداد المغربي بثلاثة اهداف مقابل هدف احرزهم على الترتيب مروان محسن طبعا مهاجم النادي الاهلي، وحسين الشحات، وطبعا مدافع الاهلي ياسر ابراهيم مقابل هدف طبعا للوداد المغربي. الاهلي قدر ان هو يحرز رقم قياسي جديد، وده مش جديد على الاهلي طبعا، اللي هو يعني ايه مكمل قلبه مقفل اللعبه، يعني هو خلاص ليفل الوحش في الارقام القياسيه. الاهلي وصل للنهائي ال13 في تاريخه في دوري ابطال افريقيا، والنهائي الثالث خلال اخر 4 سنين من خلال طبعا المباراه بتاعت امبارح التفوق فيها على الوداد، قدر ان هو يوصل للدور النهائي، وطبعا يعني عن جداره واستحقاق من خلال الفوز على الوداد رايح جاي، وبكده يبقى الاهلي برده رقم قياسي اخر، هو الفريق الوحيد اللي كسب مرتين جوه وبره ارضه. المره الاولانيه كانت على النادي الزمالك كسب رايح جاي، والمره الثانيه طبعا الوداد المغربي واللي كسبهم 2-0 على ارضهم و3-1 طبعا امبارح على ارضنا. بص بقول لك انا مش قادر استنى، تعالى بقى نشوف مع بعض شكل المباراه ونتكلم بقى على الحلاوه والجمال والطعامه اللي حصلت في ماتش امبارح. طيب يا جماعه بكرر لكم تاني، الواحد مش نام خالص من كتر السعاده الغامره ومن كتر الاحتفالات ومن كتر الانبساط طبعا بالنادي الاهلي، ومش مجرد النتيجه بس كمان الاداء. فتعالوا بقى نتكلم كده مع بعض في شكل المباراه ونشوف ايه اللي حصل. موسيماني لعب بتشكيل تقريبا زي اللي لعب بيه في المغرب، ولكن كان في طبعا اصابه علي معلول او الاجهاد العضلي اللي تعرض له خلانا نلعب باحمد فتحي في الناحيه الشمال. فكان التشكيل كالاتي: في حراسه المرمى محمد الشناوي، قدامه 2 مساكين ياسر ابراهيم وايمن اشرف، على اليمين كان موجود محمد هاني، على الشمال احمد فتحي، قدامهم 2 ارتكاز اليو ديانجو وعمرو السوليه، قدامهم طبعا يعني اي ام اف او صانع العاب او خط وسط مهاجم كان محمد مجدي قفشه، على اليمين حسين الشحات، على الشمال جونيور اجاييه، ومهاجم وحيد لوحده تماما مروان محسن. بدات المباراه طبعا بحماس شديد وقوي جدا من نادي الوداد المغربي، واللي حاول بقى ان هو ايه يورينا العيال الحمراء بقى اللي هو اوعى على الحاجات دي وبتاع، عشان طبعا هم خسرانين 2 هناك، فهو عايز على الاقل يحفظ يعني اي فرص ليه بان هو يحرز هدف مبكر. فطبعا في الثانيه حاجه و20 لقينا شوطه من اللاعب كاسونجو مهاجم الوداد المغربي، وطبعا حاولوا ان هم يسيطروا على مجريات اللقاء، وواضح ان كان موسيماني مدي تعليمات للعيبه ان هم يعني هو كان واعي للكلام ده وعارف ان هم هينزلوا مهاجمين، فكان هو واخد باله جدا ويحاول يمتص الحماس والقوه بتاعه لاعبي الوداد المغربي. بعد كده وبشكل مبكر جدا عمرو السوليه ياخد كره يلعبها لمروان محسن، ياخدها مروان محسن وخد يلا حطها طبعا يعني انفراد لحارس مرمى الوداد ليحرز الاهلي الهدف الاول، واللي طبعا اثار الجدل عشان قال لك اوفسايد، لا مش اوفسايد، لا اصل الراجل رفع الرايه، لا اصل مش عارف كان بيعمل، اصل كان رايح مش عارف يجيب ايه. المهم يعني ان يعني تم احتساب الهدف الاول للنادي الاهلي، وطبعا في فقره الفار هنشرح لكم الكره دي كانت هدف صحيح ولا مش هدف صحيح. بعد الهدف الاول اللي احرزه مروان محسن، فضل الوداد بيحاول ان هو يضمن حظوظه في المباراه، بيحاول يضغط على النادي الاهلي لحد ما جت كوره طبعا كانت هجمه من الوداد، طلعها الشناوي بالبوكس ووصلت لاليو ديانج، خد الكوره وراح لعبها طبعا يعني بينيه عظيمه لحسين الشحات، خدها حسين الشحات وراح واخد المدافع مره، بعدين خده الثانيه، بعدين راح واقف راح حاططها على الثابته بتاعت الجول كيبر اللي يحرز الهدف الثاني العظيم للنادي الاهلي، جون جميل جدا. وبيفكرني مش فاكر بقى الشباب الصغير هيفتكر ولا لا، كان في جون شبهه بالظبط للكابتن وليد صلاح الدين في نادي الرجاء المغربي في البطوله العربيه، كان ده في التسعينات حاجه كده يا مندوان، ما اعتقدش انت هتفتكروه اصلا يعني، ولكن حسين الشحات جاب جون عظيم وجون جميل، واحنا مبسوطين بالهدف ده لسبب ان حسين الشحات هيرجع لمستواه وانه هيديله ثقه كبيره، غير ان ده لعبك يا حسين، يعني انت واخد على الكلام ده والاهلي بيقطع المنافسين لمؤاخذه. يكمل الشوط الاول بقى خلاص الوداد مستسلم تماما، والاهلي خلاص بقى بدا ايه بيلعب تقسيمه بقى في مختار التتش، بينقل الكوره بكل سهوله، بيحاول ان هو يكسب ثقه، وهو موسيماني زي ما قلنا قبل كده ان هو بيلعب على الاستحواذ وبيلعب على نقل الكوره من رجل لرجل، وده كان الاهلي بيحاول يعمله علشان يصدر الملل للفريق اللي قدامه، وفي نفس الوقت انت بتاخد ثقه ولاعيبتك بتاخد ثقه. ليه انتهى الشوط الاول بفوز الاهلي بهدفين مقابل لا شيء؟
يبدا الشوط الثاني بقى، وبرده بيفضل الاهلي مسيطر على مجريات اللقاء. الوداد بيحاول على استحياء، ولكن محاولات يعني ما يكونش فيها خطوره كبيره، لحد ما بتيجي الكوره في الدقيقه 59 تترفع من حسين الشحات وتيجي لياسر ابراهيم يحطها مفاجاه جدا بدماغه، يعني حتى ما حدش ياخد باله، حتى الجول كيبر نفسه الكوره كانت بالنسبه له يعني بتخض لما جت فيه، ويحرز الاهلي الهدف الثالث، وبكده يكون الاهلي متقدم 3-0. ويبدا خلاص موسيماني بقى ايه يسحب شويه لعيبه اللي هو قلقان عليهم زي الشناوي مثلا، ويبدا ان هو ايه يخلي كده دماء جديده تنزل الملعب بتاع الاهلي، ويبداوا ان هم يلعبوا امام الوداد عشان ياخدوا برده يعني خبره الاحتكاك الافريقي، وفي نفس الوقت الراجل بيريح لعيبته او بيريح الكي بلايرز او اللعيبه اللي هم مفاتيح اللعب، ويعني الاهلي بياخد يعني بيلبس هدف للاسف في الاخر، ولكن يعني ما يعتبرش حاجه، انت كسبان كده كده 3 على ارضك و2 هناك، فصباح الفل يعني، يعني خلوا الراجل ينبسط ويجرب يا جماعه. لين تنتهي المباراه طبعا بفوز الاهلي بثلاثه اهداف مقابل هدف، ويصعد لنهائي دوري ابطال افريقيا طبعا، عروس افريقيا الكاس الغاليه، وللاهلي بيحاول ان هو يحرزها للمره التاسعه في تاريخه. نشوف بقى فقره الفار اللي بنحلل فيها طبعا اللقطات التحكيميه الحلوه بس شقيه، وامبارح كان فيه تعتبر لقطه واحده، وهي طبعا لقطه الهدف بتاع مروان محسن، واللي طبعا بعد الرجوع للفار اثبت او ثبت ان هو هدف صحيح. كرة جت لعمرو السوليه لعبها لمروان اللي كان على نفس خط المدافعين، وبعد كده مروان راح واخدها وراح بسرعته وحطها هدف طبعا من انفراد. حكم الرايه بعد ما الكرة وصلت لمروان راح رافع الرايه، ولكن في الاخر مروان اتعلم من الدرس بتاع مباراه الزمالك اللي هي الكرة اللي كانت جات له وهو افتكرها ان هي اوفسايد وما رضاش ان هو يستلم الكرة، في الاخر طلعت مش اوفسايد، فمروان اتعلم الدرس انه ما يلعبش غير على الصفاره، فبما ان الحكم ما صفرش يبقى خلاص احنا ما عندناش مشكله، فمروان خد الكرة واحرزها هدف. فالحكم بعد ما رجع للفار اكتشف ان الكرة هدف صحيح، فالناس زعلانه ليه؟ انا مش قادر افهم، انا مش قادر افهم يا جماعه، الموضوع ده معصبني جدا بصراحه، يعني هو الراجل استلم وحطها جون والحكم ما صفرش، فانا راضي وابويا راضي، مالك انت ومالنا مش عارف ايه، يعني ما يصحش كده يا جماعه، ما يصحش كده، الكرة جون ما تدعوناش بقى. اما في طبعا يعني كان تعتبر لقطه ثانيه، لكن يعني ما رجعش للفار قوي، يعني هو رجع بس ما رجعش، رجع خطوه صغيره كده. طبعا كان في كوره اللي كان فيها شك من لاعبي الوداد، او كان في مطالبات ان هي تكون ضربه جزاء على عمرو السوليه، وطبعا يعني هو الحكم ما راحش للفار، هو الفار هو اللي جاله، هو راح يعني سالهم في البتاع يا جماعه ده ضربه جزاء ولا لا، فقالوا بيقول لك ايه بلاش كلام فاضي ولا ضربه جزاء ولا حاجه، فالراجل ما حسبش حاجه ويعني حتى كسل يروح للشاشه، فصباح الفل يعني. اما بالنسبه لجائزه البابا الحقيقي فياخدها معانا عن جداره واستحقاق التنين المجنح اليو ديانج، ربنا يا ابني يديك الصحه ويكرمك، ما شاء الله ما شاء الله، مسمار في نص الملعب وخشبه في نص وشجره في نص، يعني اللهم صل على النبي يا ابني، ربنا يحميك ويبارك فيك، الراجل واقف دفاعيا موجود، هجوميا موجود، ماسك نص الملعب، محدش هيتعلم هنا، اللي بيعدي بيخلص عليه، حاجه يعني مرعبه. وطبعا يعني كان ليه دور طبعا في الهدف اللي لاحظه حسين الشحات، فاليو ديانج مكسب كبير جدا وبيتطور من مباراه لاخرى، وطبعا ياخذ معانا عن جداره واستحقاق لقب البابا الحقيقي. اما عن اللقب الاخر طبعا وهو محترم فياخدها معانا برضو بكل جداره واستحقاق الكابتن موسيماني يا جماعه، واللي اثبت ان هو تاقلم بسرعه شديده مع النادي الاهلي، ويعني في ملحوظه كده كنت في نقاش مع احد الاصدقاء والراجل قالها لي ان فعلا الميزه في موسيماني انه جاي عنده طموح، هو الراجل شايف الاهلي بالنسبه له طموح، هو عايز يوصل بيه الحاجات وهو عايز ينفذ فيه حاجات، لان طبعا الاهلي حجمه في افريقيا وفي العالم كله طبعا، ولكن في افريقيا تحديدا ليه حجم كبير جدا، غير لما بيجي مدرب اوروبي بيبقى شايف انه انا اللي هضيف للنادي، لكن موسيماني النادي بيضيف له بشكل كبير جدا، وهو الراجل عنده الشغف وعنده الطموح ان هو يحقق اشياء كبيره جدا مع النادي الاهلي، فطبعا ده في مصلحته وفي مصلحه النادي الاهلي، فبياخذ معانا لقب محترم بكل جداره الكابتن موسيماني، واللي ملعبنا كوره حلوه قوي يا جماعه وكوره ممتعه قوي قوي قوي، وبنوجه له التحيه بسبب الوصول لنهائي دوري ابطال افريقيا. اما عن السلك العريان بقى يا جماعه، فبنمسكه النهارده ليه؟ معلقين احد القنوات اللي بتعرض المباريات بتاعه الاهلي في دوري ابطال افريقيا، يعني يا جماعه مش ممكن بصراحه، يعني طبعا انتم معلقين اشقاء وعلى عيننا وعلى راسنا، واحنا ليكم قاعده جماهيريه كبيره جدا في مصر وفي الوطن العربي وفي مصر تحديدا بنحب نسمعكم، ولكن يعني انا يعني شايف مش عايز اقول تحيز، ولكن يعني في تحامل شويه على الاهلي، في يعني بنتكلم اكتر للفرق الثانيه، فيعني في النهايه ما ينفعش يعني انا عارف ان الاهلي هو اكبر فريق في افريقيا، وعارف ان كله متضايق منه عشان احنا المؤاخذه بنكسبكم كلكم يعني المؤاخذه ما تزعلوش مننا يعني، ولكن في النهايه يا جماعه يعني شويه ب2 جنيه حياد يعني مش هيعملوا حاجه من عند اي عطار جنب القناه، ب2 جنيه حياد يا جماعه ما يصحش كده.
دي كانت نهايه حلقه الفار مع احمد نادر على قناه الاهلي اونلاين تي في. طبعا سؤال الحلقه يا جماعه، تحب تقابل مين في النهائي؟ هل تحب تقابل الزمالك ويبقى نهائي مصري مصري، ولا تحب تقابل الرجاء المغربي ويبقى نهائي مصري مغربي؟ ونشوف بقى ايه اللي هيحصل في الماتش. طبعا مستني منكم الاجابه على سؤال الحلقه، والف الف مبروك للاهلاويه. وحابين يا جماعه ننوه ان الكابتن مؤمن زكريا الحمد لله صحته بتتحسن بشكل كبير جدا، وبنتمنى له الشفاء ان شاء الله ويرجع الملاعب ويدغدغ الدنيا. ودي كانت حلقتي المفضله، مش عارف حلقتكم ولا حلقه مين، المهم ان هو برنامجكم وبرنامج المفضل برنامج مبروك الوصول النهائي الفار.